سلام، وصلنا هلأ لتشابتر 6 يلي هو البلد تيشو. بقينا تشابترين منخلص هيدا المادة. أوكي، حنبلش أول شي بإنترودكشن. بهيدا الإنترودكشن حنحكي شو هو البلد. أول شي It's a specialized mesenchymal tissue, connective tissue. هو fluid. شي يعني أول شي هو derived من المزنكايم. Specialized يعني هو كتير هيك يعني differentiated يعني. أوكي، fluid يعني هو نوع الوحيد من الconnective tissue اللي بيجي هيك liquid viscous، تمام، بعكس البون، بعكس الكارتلج. هلا وين موجود هذا البلد؟ موجود بقلب الفاسلز. وين في عنا فاسلز؟ شرايين، هو موجود بقلبهم. طب من شو مؤلف هذا البلد؟ مؤلف من formed elements ومن plasma. الformed elements هن كل شيء cells، هن الليكوسايتس والريد بلد سيلز والبليتلتس. هلا الريد بلد سيلز والبليتلتس they are شو؟ not true cells، not real. يعني هن ما عندهم نيوكليس، لانه هيك بنسميه not real. اوكي، لانه ما عندهم نيوكليس، they are anucleated. اما الليكوسايتس لأ، عندهم نيوكليس عادي. هلا البلازما يعني اذا جبنا نحن هذا البلد عزلنا السيلز عنهم، يلي فضلوا هن البلازما. شو فين هالبلازما؟ mainly composed of water، يعني 90% منه water. نحن عندنا البلد فلويد، يعني شو حيكون فيه؟ بده شيء يعطيه فلويدتي له، اللي هو الووتر. هلا لأن البلد هو فيسكس، معناتها في مادة عم تعطيني اياها الفيسكوسيتي، عم تعطيها الفيسكوسيتي. مين هي هالمادة؟ هن كل شيء بروتينز. اوكي، اللي هن مثلا الجلوبيولين، الالبومين، الانزيم، الفايبرونجين. اوكي، الفايبرونجين هن كمان منهم. في منلاقي مثلا شوجرز، منلاقي امينو اسيدز، منلاقي غازز الاوتو وسي اوتو، هن بينتقلوا باي بلاد، صح ولا لا؟ ثرو ذا بلاد يعني بينتقلوا. ومنلاقي مثلا عادي هرمونز ممكن نلاقي. هلا اذا كان الليبيد اكيد حيكون عنده ترانسبورت، لانه نحن نعرف البلد ميلي كومبوزد اوف ووتر. فاذا كيف بده يسبح الليبيد فيه؟ ما الليبيد از هيدروفوبيك، معناتها لازم يكون عنده ترانسبورتر كارير له. منلاقي مينرالز مثل الزنك، طبعا بيكونوا دايبين يعني، ما هو ميلي كومبوز اوف ووتر، يعني ما لازم يكون مرقد. زنك، ام جي 2 بلس، ام جي 2 بلس يا ربي، كي بلس، سي اي 2 بلس، كالسيوم، بوتاسيوم، هو كلهم يعني. اوكي، منلاقيهم بالبلد. هلا الهيموغرام، شو هو الهيموغرام؟ انا لما اروح اعمل فحص الدم لحتى اشوف هل الخلايا خلايا الدم عندي طبيعيين، يعني فيها they have the normal انه رينج، بعمل انا الهيموغرام. الهيموغرام هو انا بالنورمال رينج تعولون، انه عدد السيلز يكونوا موجودين فيه بالمليمتر كيوب. انتبهوا بالمليمتر كيوب. هو اول شيء لازم يكون اكتر نوع سيل هو الريد بلد سيل، يلي هو بيتراوح عدده من 4.5 ل 5 مليون. اوكي، بيرجع البليتلتس، بيرجع الوايت بلد سيلز، بدنا نحفظهم هودا. اكتر شيء الريد بلد سيلز، واكتر نوع من الوايت بلد سيلز، من الوايت بلد سيلز، هن مين؟ النيوتروفيلز. فاذا اكثر نوع سيلز هن موجودين الريد بلد سيلز، بيرجع البليتلتس، بيرجع الوايت بلد سيلز. هلا من هالوايت بلد سيلز اللي هن من هال 4000 عندي اكثر شيء النيوتروفيلز، والبقايا عادي حسب الرينج يعني. اوكي، عندي بيزوفيلز، ايزونوفيلز، الليمفويد او الليمفوسايتس، وعندنا المونوسايتس. الليمفويد هو اورجان مش سيل، انتبهوا. نجي حنبلش يعني هلا حنبلش نحكي عن كل وحده منهم. اوكي، بلشنا من الريد بلد سيل. الريد بلد سيل او بنسميه اريثروسايت، تذكروا كلمه اريثرو مرقت معنا بالبوتاني لما حكينا عن الساينوبكتيريا عندها اريثروساينين. اريثرو يعني كل شيء خاصه بالريد، تعودوا على الاسماء. مثلا اريثرو يعني معناتها يعني ريد، مثلا فوتو يعني لايت، هيك اشياء تعودوا عليهم. اريثروسايت اللي هي الريد بلد سيل، اول شغله لازم تخطر ببالكم ان هي انيوكليتد، يعني ما عندها نيوكليوس. اوكي، هلا قلنا الرينج طولها هو بين 4.5 ل 5 مليون بير مليمتر كيوب. اللايف سبان طولها هو 120 دايز، يعني هي بتعيش بس 120 يوم، بنعملها بعدين هيمولايسيس، خلص تنكب يعني، وبنعملها ابو انه بتموت. كيف شكلها هيدي الريد بلد سيل؟ بيجي باي كونكيف، مثل حبه البومبو، بتجي من جوا من النص هيك ثن، طبقة رقيقة، وحواليها على الاطراف هم تجي سميكة إلى سماكة. أوكي، مش شعرة هيدا، هي إلى سماكة، عم أحكي عن سماكتها يعني، تمام. فإذا هن باي كونكيف هيدا الشكل بيعطيها، بكبر لها السيرفس. لما تكبر السيرفس فبتقدر تمتص غازز أكتر، يعني تعمل هيك أبسورب للغازز حتى تروح تعملهم ترانسبورت. فإذا هي وظيفتها هيدا من هذا الشكل بتعمل فاسيليتيتس للغاز اكستشينج. هلا شو فيها هالريد بلد سيل؟ فيها هيموغلوبين. مينلي هيموغلوبين. هيموغلوبين هو عبارة عن بروتين مؤلف من 4 بوليبيبتايدز، ألفا ألفا بيتا بيتا،
هول البوليبيبتايدز في عندهم هيمو جروب اكيد، وفي عندهم يعني الاف اي حيعلق عليهم كمان. اوكي، فاذا الهيموجلوبين ليش نحن بنقول اذا واحد معه انيميا بنقول عنده مثلا اللي هو فقر الدم، يعني عنده مثلا يا نقص حديد، يا اما عنده نقص فيتامين بي 12، يا اما عنده نقص مثلا بهود الريد بلاد سيلز يعني اللي هن ميل اللي كومبوز من هيدا الفيتامين مثلا. اوكي، لانه الهيموجلوبين هو وظيفته الاساسيه شيء يعمل يعلق عليه او2، يعمل رياكشن. هاي الرياكشن كتبت لكم اياها، هي 4O2 بلس اتش بي بالبوكس عم احكي 4O2 بلس اتش بي بتعطينا اتش بي او 4، علق علي الاوتو بتروح بتعطيهم للتشوز، بيرجع تشوز بيعطيهم سي اوتو بيرجع فيهم لعند اللنج، اللنج بتطلعهم لبرا باي اكسهاليشن. اوكي، فاذا وظيفه الهيموجلوبين او اللي هي الريد بلاد سيل اجت منها الوظيفه انه تعمل لي ترانسبورت للغازز. اوكي، هلا على الريد بلاد سيل انا اذا بدي اروح اعمل مثلا هلا فحص دم بدي اشوف شو زمر الدم، على الريد بلاد سيل تاعيتي في انتيجنز، هذول الانتيجنز هن بيحددوا لي شو زمر الدم انا. اوكي، اذا اي بي او اي بي. نجي هلا للبليتلتس اللي هو تاني نوع، كمان هيدا انيو كرييتد. لحديت هلا هن بس سلين نوع 2، يعني 2 تايبس اوف سيلز هن انيو كرييتد. مين هن؟ الريد بلاد سيلز والبليتلتس. البليتلتس لهم اسمين اللي هو ثرومبوسايت. اوكي، ثرومبوسايت من وين اجوا هود البليتلتس؟ they are derived from the fragmentation، العمليه اسمها fragmentation of the big cell اللي هي سوري يعني البيج بوست تاعيتها اللي هن مين؟ اللي هي مين؟ الميجا كاريوسايت. فإذا أنا عندي سل كبيرة، وين بدي أرسمها؟ هين أرسمها هون. عندي هون سل كبيرة، أوكي، فيها نيوكليس كمان كبيرة، أوكي، عليها إكستنشنز. هودي الإكستنشن كل وحدة منها حينعملها فراجمنتيشن، حتتقطع وتنكب إنه على البلد يعني، كل وحدة منهم كل هالإكستنشن حيكونوا كلا extensions حيكونوا شو platelets، عبارة عن platelets. ليك أنا بلاقي عادة platelets مجمعين بجروبات، ليش؟ لأنه مثلا هيدا extension كله بروح مع بعض لهون، عرفتوا كيف بتقطعوا؟ مش بضلوا مع بعض، هم بتقطعوا يعني هيك، بس هم بضلوا حوالين بعض. فأنا بلاقينا بجروبات. هلا life span هيدا platelet هو عبارة عن من 8 ل 12 نهار. وين بتنكب هيدا؟ بالسبلين. طال. قلنا هن they are enucleated، they are variable in shape. ليش variable in shape؟ ما عندي ممكن كل اكستنشن تكون شكلها شكل، ممكن وحدة تكون طويلة، وحدة قصيرة، وحدة مثلا سيلندريكال، ما عرفتوا كيف؟ لهيك عندها variability بالشيب. السيتوبلازم تعولة ممكن يكون مؤلف، سوري، السيتوبلازم تعولة في عنده يعني مؤلف من شغلتين، يا اما هايلومير بالنص، ومن برا في عندها الجرانيولومير. الهايلورومير هي الانأكتف، اوكي، يلي هي موجوده، سوري قلبتهم، الهايلورومير هي موجوده على الاطراف، الجرانيولومير هي موجوده بالنص. الهايلورومير موجوده على الاطراف وهي ان اكتف، ما بتفوت يعني ما عندها اكتيفيتي اصلا. على فكره السيتوبلازم كله ما بلاقي كثير اشي، بلاقي جرانيولز، بلاقي مثلا بيروكسيزوم، لايزوزوم ممكن، اوكي، بس ما بلاقي نيوكليوس وهالميتوكوندريا وواو هالاشياء. فاذا الهايلورومير اتس ان اكتف، موجوده على البيريفري. كونتين شو في بقلبه؟ في بقلبه السيتوسكلتون اللي هو السيتوسكلتون، مثل كأن فيك شبه لكم اياه، كيف نحن عنا سكلتون هو العظام بيعملوا ديترمينيشن للشيب تاعولنا، نفس الشيء السيل يلي بيعملها ديترمينيشن للشيب تاعولها هو السيتوسكلتون. قول له وظائف تانية اكيد، بس انه هيدا المين يعني فانكشن لإله. في السيتوسكلتون شو مكون من اكتن، من انترميديت فيلمنتس وهيك اشياء، فيها مايكرو تيبيولز، هول مين كومبوننتس للسيتوسكلتون. نجي للجرانيولومير اللي هي موجوده بالنص وهي اكتف، شو فيها؟ في جرانيولز، مين مين؟ لايزوزومز اند بيروكسيزوم. اوكي، فاذا از سامري البليتلت بنسميها كمان ثرومبوسايتس. من وين اجوا هن؟ they are derived from the megakaryocyte، الفراجمنتيشن للاكستنشنز تاع الميجا كاريوسايت. اوكي، لايف سبان تاعهم من 8 ل 12 يوم، بينكبوا بالسبلين. They are enucleated، they have variable shape. السيتوبلازم تعوله مؤلف من شغلتين، الهايلورومير اللي هي inactive موجودة على البريفري، فيها السيتوسكلتون، وفي عنا بالنص لعنا الجرانيولومير اللي هي فيها lysosomes and peroxisome وهي active. نجي هلأ للليكوسايتس. الليكوسايتس they are nucleated، بعكس هوليك الاثنين، اوكي، فيهم nucleus يعني ما فيهم هيموغلوبين، لهيك اصلا يعني ما عنده اللون الاحمر. اوكي، they have HLA and اللي هن الأم نوع من أنواع الـ MHC يلي على الممبرين تعوله. شو بالـ HLA؟
human leukocyte antigens. شو هني؟ يعني هودي إذا أنا مثلاً فرضاً زرعت كلية، أوكي، عملت زرعت كلية كدني، ليش بيعطوني عادة دواء بيغطي لي مناعتي؟ لأن أنا عندي جسمي عنده HLA خاص فيه موجود على هودي الليكوسايتس different من هذا الشخص اللي أخذ من هذا الكلية. فأنا إذا زرعت كليته عندي لسبب ما لا سمح الله طبعاً، شو بيصير عندي؟ الجسم بيرفضه، بيقوم بيركز الإميون سيستم عليه ليهاجمه. طب أنا هذا بدي لصالحي، مثلا عندي مشكلة أو شيء، فبوطل المناعة حتى ما يروحوا يهاجموا لي، لكن تأقلم أخذ على الجسم إن شاء الله بيمشي الحال. وهيك يعني إن هي عم لكم شو فئة الـ HLA يعني بطريقة مبسطة. They are responsible for immunity. قلت لكم يعني هن خاصهم بالإميون سيستم بالمناعة، تمام. من شو قالها فيه؟ من granulocytes و agranulocytes. granulocytes اللي هن فيهم granules، ما اسمهم granulocytes. agranulocytes يعني ما فيهم granules. كلمة A مثلا كيف نقول A nucleated؟ يعني ما فيها nucleus. تعوضوا حال الفوكابس، أوكي؟ طيب granulocytes هن مين؟ neutrophils, eosinophils and basophils. هنحكي عنهم هلا بالتابل حتى نشوف الكمبارنزم بيناتهم. والـ agranulocytes هن T والـ B والـ natural killers، تمام؟ طيب هون لا مش هون، هون الجرانيولوسايتس. الجرانيولوسايت حنحكي عن النيوتروفيلز اول شيء، حنمشي يعني من الشمال لليمين. حنمشي كان نيوكليس عندهم بس وان نيوكليس، بس هيدا بس هيدا النيوكليس حتكون عندها كذا لوب. لوب يعني مثلا مثل كيف خلينا نرسم لكم اياهم. مثلا هيدي سال فردا، اوكي، فيها مثلا لوب هيك هيك، اوكي، انه يعني ما بعرف كيف اوضحكم اياها، بس انه لوب فيكم تشوفوها على جوجل بتبين معكم. سو نيوتروفيلز عندهم 3 تو 4 تو 5 مالتي لوبد، اوكي. الايزونوفيلز عندهم بس 2 لوب. البيزوفيلز عندهم irregular لوب، يعني انا ما بشوف شكلهم من كتر ما هيك معجقين وفايتين بعضهم، ما في حدد انا كم لوب عندها، تمام. بدكم تحفظون التايبس اوف جرانيولز. في عند انا نوعين من الجرانيولز، في عند الازروفيليك جرانيولز او بنسميهم البرايمري، وفي عند السكندري سكندري سبيسيفيك جرانيولز. الازروفيليك جرانيولز او اللي هن البرايمري اللي هن نون سبيسيفيك، هن باختصار اللايزوزومز، اوكي. اللايزوزوم هو عباره عن ستراكشر، فيكم تعتبروه مثل يعني سوري بهالكلمه مثل مكب للسل، يعني بتحط فيه الويست طولاته، اوكي. النون سكندري سبيسيفيك هن عبارة عن حيالة جرانيولز غير اللايزوزومز. يعني هلا النيوتروفيلز عندهم التايب اوف جرانيولز، يعني عندهم ازروفيليك وعندهم سكندري سبيسيفيك، يعني عندهم لايزوزومز وعندهم سكندري سبيسيفيك. هلا الازونوفيليك لا، عندهم بس يعني بس السكندري، ما عندهم لايزوزومز. البيزوفيليك اصلا من البيزوفيليك، يعني من اسمه بيز بيزك، يعني هل معقول يكون عنده لايزوزوم؟ طب ما لايزوزوم هي بتعطيها أسيدتي، هي بيزك، يعني شو ما رح يكون عندها لايزوزوم. من اسمها لازم تحفظون أسماءهم يعني بيساعدوكم. فما عندها لايزوزوم الجرانيولز، بس شو عندها؟ they contain البيزوفيليك جرانيولز اللي هن مين؟ تقول الهستامين والهيبرين. حتى موجودين عند الإزوفيليك مثلا، ممكن إنه لأنه هو خاصهم بالهايبر سنسيتيفيتي. الهستامين مثلا أنا لما بقول لكم واحد طلعت عاوز عنده حساسية، شو بنقول له؟ خود أنتي هستامين، صح ولا لا؟ طب ليش أنتي هستامين؟ الفكرة ما فيها كيف بتصير عملية الألرجي. مثلا بكون أنا عندي فرضا حساسية من شيء معدن، نفترض نوع من أنواع المعادن، بروح هذا الألرجن شو بيعمل؟ بيحرك لي شيء بيعلق على الريسبتور تاع الاي جي اي، اوكي، الريسبتور تاع الألرجي، فبقوم يفرزوا هستامين. هل هستامين بتعمل هي الحساسية والطفح وهيك أشياء، اوكي. الوظائف الفانكشن لالون النيوتروفيلز وظيفتهم هن بيتدخلوا بالنون سبيسيفيك اميون ديفنس، يعني شو بلاقي قدامه بكتيريا هيك بيبلعوا بياكلوها، انه بيعملوا يعني ديجراديشن. حنشوف لانه هلا بعد شوي البي والتي لينفوسايتس لا، هن عندهم بيتدخلوا بسبيسيفيك اميون ريسبونس، اوكي. الايزونوفيلز خاصهم بالهايبر سنسيتيفيتي، بيعملوا فاجوسايتوسز، يعني بيبلعوا. فاجوسايتوسز هي بلع، اوكي، خصم اوكي انها بالهايبر سنسيتيفيتي لانه عندهم اي جي اي ريسبتورز. كمان نفس الشيء البيزوفيلز لانه كمان عندهم هيبرين وهيستامين، كمان بفوتوا بالهايبر سنسيتيفيتي اللي هي الالرجي يعني، وعندهم اي جي اي ريسبتور. اللايف سبان تاعهم
النيوتروفيلز هو 24 اور، صرنا عم نحكي عربي مقطش، 24 hours. عندنا الأزنوفيلز هن 4 to 5 hours والبيزوفيلز 4 to 5 days. اوكي، هلا البرسنتج اكثر شيء قلنا من شوي انه هن النيوتروفيلز اكثر شيء موجودين من وين؟ من الوايت بلاد سيلز. هوليك البقايا ما ضروري يكونوا موجودين، يعني في يكونوا موجودين فيهم لا، وحسب الرينج يعني ما لنا ازمه. شايفين هن من 1 ل 3، وهذيك حتى البيزوفيلز من 0 ل 1 ممكن. نجي للأجرانيولوسايتس. الأجرانيولوسايتس اللي هن ما فيهم جرانيو، هلا هن عندهم جرانيولز شوي بس انه مش مثل هوليك يعني فيهم هاللايزوزومز وواو. اوكي، عندهم هن اللارج نيوكليوس. اوكي، بنقسم لتي لمفوسايت، بي لمفوسايت، ناتشرال كيلرز، وعندنا المونوسايتس. التي لمفوسايتس هن يعني هن كيف بدي اقول لكم، التي هيلبر او بلا ما نسبق الامور، خلينا شوي شوي نمشي بالتدريج حتى ما نضيع. الاورجن اوف ماتوريشن، حنحكي عن اورجن اوف وين اجوا، وين بيعملوا ماتوريشن، وين هيك بينضجوا هيك بيصيروا ماتشور، وشو الفانكشن لهم، وشو التايبس الموجودين منهم. تمام، حنبلش اول شيء بالتي لمفوسايت. التي لمفوسايت هنا بكل ليكو كلهم بيتصنعوا بالريد بلاد سيل، كلهم هلا عم لكم كل البلاد سيلز بيتصنعوا وين؟ بالريد بون مارو. اوكي، بالريد بون مارو. هذا الريد بون مارو فيه سيلز ستام سيلز حنحكي عنه بعد شوي، هن بيعطوني هدول الريد بلاد سيلز. هلا التي لمفوسايت بتتصنع بالريد بون ريد بون مارو وبتعمل ماتوريشن بالثايموس. انتوا احفظوا تي يعني ثايموس، مش الثايموس ببلش كمان بحرف التي، فخلص عرفوا انه تي بالثايموس. شو الفانكشن اللي قالها للتي لمفوسايت؟ تعمل سيل ميدييتد اميون ريسبونس، هيدا سبيسيفيك اميون ريسبونس بعكس النيوتروفيلز. من شوي قلنا النيوتروفيلز هن شو؟ عندهم نون سبيسيفيك اميون ريسبونس، هي قلناها من شوي هون الفانكشن طولها. اوكي، فاذا هن عندهم سبيسيفيك اميون ريسبونس بنسميه سيل ميدييتد اميون ريسبونس. شو التايبس موجودين منها؟ اذا كانت هيدا التي سيل عندها ريسبتر اسمه سي دي 4 بيصير اسمها تي 4 سيل، او اللي هي تي هيلبر. اذا كان عندها سي دي 8 بيصير اسمها تي 8 سيل، او هي تي تي سي سيلز. البي لمفوسايتس وين هن؟ قلنا مصنعين كلهم بالريد بالريد بون مارو. وين بيعملوا ماتوريشن؟ بالريد بون مارو كمان. اوكي، شو الفانكشن لهم؟ يعملوا هيومرال، انتبهوا هيومرال اميون ريسبونس، بدكم تحفظون اللي فوق سيل ميدييتد هون هيومرال، لازم تكون اخذينه على فكره بالتيرمينال بالاميونيتي. البي سيلز هن عباره عن لمفوسايتس قلناها، وظيفتهم يعملوا سكريشن لانتي بوديز. هودي الانتي بوديز هن عباره عن بروتينات بيروحوا بيعملوا ديجريديشن لهيدي البكتيريا. اوكي، بطريقه معينه، في لها ميكانيزم طويله عريضه بس انه هذا هو خلاصه القول. هلا هول بي لمفوسايتس مش هن اللي بيفرزوا انتي بوديز، لا يعني بالدم ما بيقدر يفرزوا انتي بودي، بدهم يطلعوا حصرا على التشو يصير اسمهم بلازموسايت لحتى يفرزوا انتي بودي. اوكي، فاذا بالدم هن ما قادرين يفرزوا انتي بودي. بالناتشرال كيلرز ما حفوت فيهم ديتيلز، منو مطلوب منه غير تعرف انه هن they appear to have azorophilic granules، يعني هن عندهم lysosomes. اوكي، هلا المونوسايتس، المونوسايتس هن شكلهم هو موجودين بالدم. شفت سامعين شيء بالماكروفيج يلي بيجي شكله كيف بدي اقولكم هيك مثل التم، هلا بعد شوي يمكن ترجع تمرق معنا مش هفرجيكم عليه. المهم they are large white blood cells. okay they have large nucleus، شكله مثل شكل الكدني، مثل حبة الفول، مثل يعني مثل الكلية بس كمان إذا فينا نشبهها لحبة الفول مثلا. شو هالفولي هاي، ما خاصة بالفول، انسو بلا فضايح. they have some azorophilic granules، ما أجبار هي هدفها تعمل phagocytosis لما تبلع البكتيريا، كيف بدها تدمرها، كيف بدها تعملها degradation، بده يكون عندها شوية انزيمز تكسرها صح؟ هلا السيلز بس يروحوا على التشوز في عندي ثلاث انواع. اوكي، حكينا عن نوع فكره، هلا قلنا هلا جبنا سيره البلازموسايت اللي هي البي سيل، يلا تعال نبلش هلا بالتدريج حتى ما نضيع. الماستوسايت او هي بنسميها الماست سيل، هي عباره عن بيزوفيل طلعت على التشو، يعني كانت ماشي بالدم البيزوفيل، لما تطلع على التشو ببطل اسمها بيزوفيل، بصير بسميها ماستوسايت او هي الماست سيل. they are round، النيوكليوس تاعتهم از سنترال بالنص جاي وكتير بتصغر يعني. اوكي، involved in hyper او allergic reactions، هن بالسنسيتيفيتي، العلاقه بالسنسيتيفيتي.
اوكي البلازموسايت هيدي بتهمنا منيح، اللي هي عباره عن بي سيل بس وين طلعت على التشو، بس طلعت شو بيصير اسمها بلازموسايت. هون البلازموسايت بتقدر تعمل سكريشن الانتي بوديز اوكي، وبتعب عاده بتحارب الانفكشن يعني البكتيريا او الفيروس اللي جاي. اوكي هلا شو كيف شكلهم؟ هودي شكلهم هنا اوفال ان شيب، they have rounded nucleus basophilic cytoplasm. ليش؟ لانه معبى RER Golgi. بس اسمعوا كلمه بروتين دغري لازم يخطر على بالكم، basophilic cytoplasm RER mitochondria Golgi apparatus، كل شيء اورجانيز خاصهم بتصنيع البروتينات بده يكونوا موجودين هون صح. ما هن الانتي بوديز هن عباره عن بروتينز. they are not able to divide. اوكي البلازموسايتس ما بيقدروا يعملوا division ويتكاتر يعني خلص وقفوا، يعني they are highly specialized أو differentiated فيكم تقولوا. هلأ الماكروفيج هو عبارة عن مونوسايت بس طلع على التيشوز أوكي، هو عبارة عن لارج سيل يعني بتكبر منيح تمام، بيصير شكل مثل شكل السودوبوديا اللي هي هيك، واني هرسم لكم اياها هون هيك شكلها. فهيدي البكتيريا لما تكون هون شو بيعمل؟ بيروح بياكلها فبتقعد البكتيريا فيه أوكي، وبيصير بيكسرها باللايزوزوم سولاته بيعملها degradation تمام. so they have many extensions لهيك صار عندها مثل سودوبوديا. الفانكشن تبعه هو فاجوسايتوسيس قلناها هلا، وبتعمل تريجرينج للاميون سيستم. هلا انا ما بعرف صراحه اذا انتم قاعدين بالترمينال على الاميون يونت يعني على الاميونيتي، بس هو القصه كلها بتبلش مع الماكروفاج، بروح بيعمل فاجوسايتوسيس للبكتيريا، بيعمل البرزنتيشن لل اتش ال اي تولاتا، بيعرفوا انه يعني هو بيعمل تريجرينج من الاخر للاميون ريسبونس. مش هشرح لكم اياها بهالفيديو لانه اصلا الفيديو صار طويل كتير. نجي هلا للاوريجين اوف بلاد سيلز، من اجوا؟ هيدي اخر فكره بالفيديو بالدرس هيدا يا ربي، ما حنشرح عنهم كلهم، بس حناخذ الاريثروبويسيس والثرومبوبويسيس. اول شيء من وين اجوا هن؟ they are originated from the bone marrow. كلهم اجوا من البون مارو، ريد بون مارو اسمه. وين موجود هذا؟ بالابيفيسز اوكي. البروسيس اسمها هيماتوبويسيس. شيء الستام سيل بتعطيني هون اسمها مالتي بوتنت ستام سيل اللي هي الام اس سي بقلها اوكي. فاذا هيدي الام اس سي بتعمل ديفرنشيشن بتعطيني انا شو؟ المايلويد او بتعطيني الليمفويد سوري الليمفويد سيلز يعني اوكي. المايلويد سيلز هي مخبأ، يمكن لازم نكون كاتبيتها هون يحيي. مايلويد سيل بتعطيني كل هودي اوكي، والليمفويد سيل حتعطيني من اسمها ليمفويد سيل، يعني شو حتعطيني؟ الليمفوسايتس اللي هن هون. نحن وظيفتنا حناخد بس عن هاي وعن هاي اوكي. يلا الاريثروبويسيس هي عملية تصنيع الاريثروسايت. كيف بتبلش؟ بتبلش خليني بس غير اللون اوكي. بتبلش بام اس سي، هيدي الام اس سي اعطتني المايلويد سيل. المايلويد سيل بتبلش تعطيني اول سيل اللي هي بنسميها البرو اريثروسايت. شو خصائص هذه البرو اريثروسايت؟ هي عندها نيوكليوس بس ما مرتب، يعني نيوكليوس هي كتير هيك شو بقولوا مفرق، ما عم لاقي كلمه توصفها، يعني مفرق هيك ما كوندنسد، ما هيك مزبطه وموجوده بمكان هيك وكوندنسد ومركزه يعني اوكي، هيك رايحه بالسل منتشره. وعندها بيزوفيليك سايتوبلازم تمام. هلا التاني ستيب اللي هي بالبيزوفيليك اريثروسايت، كان اسمه بيزوفيليك يعني هي بعد السيتوبلازم طولها بيزوفيليك، بس هالمرة النيوكليس شوي بلشت تترتب اوكي. بنرجع نوصل احنا للبولي بولي كروماتوفيليك اريثروسايت يلي هون ببلش السيتوبلازم شوي يصير اسيدك شويها، بس ما عنده مصر اسيدك. ليش؟ لانه عم يتكون عندي انا هون الهيموغلوبين، قلنا شوي الهيموغلوبين هو شو؟ اسيدك صح؟ فبلش شوي اللي هي اسيدك، والنيوكليس شو بصير؟ بتصير مرتب يعني هيك وكوندنسد وقاعده بالنص. هلا بالاورثو كروموتوفيليك اريثروسايت هون بتطلع على النيوكليس، بصير عندي اجاكشن للنيوكليس تنكب، فهون بتبطل نيوكليتد سيل اوكي. بصير عندي انا هون الريتيكولوسايت، هذه الريتيكولوسايت هي عادي مثل الاورثروسايت، بس انه هون في عندي انا البوليزومز. البوليزومز هي عباره عن ريبوزومز معلقين على ام ار ان اي، عم يعملوا ترانسليشن وهيك اوكي. بترجع اخر شيء بتعطيني الاريثروسايت اللي هي ماتشور ريد بلاد سيل اللي هي شو؟ انيوكليتد. نرجع نقول انيوكليتد صح، هي بلشت بالنيوكليس بس هون ما عندها نيوكليس. كمان مطلوب بدنا نعرف الثرومبوبويسيس. الثرومبوبويسيس هي عباره بتبلش كمان مع ام اس سي،
هذه الأمقسي تعطيني أنا الهيماتوسايت، تعطيني الميجا كاريوسايت، سوري ميجا كاريو بلاست. هذه الميجا كاريو بلاست تعطيني البرو ميجا كاريوسايت، بترجع هذه البرو ميجا كاريوسايت تعطيني الميجا كاريوسايت اللي هي بيهمنا هذه هون الستيج، هذه بالميجا كاريوسايت اللي عبارة عن سلة كبيرة with large nucleus. هذا النيوكليوس فيها كذا لوب، اوكي كل لوب منهم، كل لوب منهم فيه ان كروموزومز، تمام؟ لانه في عندك كذا لوب فبتصير هي شو بوليبلويدي. هيدي ما انا ابنورمال كيس، لا عادي، هيدا نورمال كيس عادي موجوده بالحقيقه. اوكي هول الاكستنشنز اللي شايفينهم هون، كل وحده منهم حتتقطع وتعطيني اخر شيء البليتلتس. البليتلتس هن انيوكليتد سيلز، they have different shapes. حكيناهم من شوي وقلنا انه هن عندهم two parts، الهايلورومير والشو يلا حاولوا تذكروا عنا من revision، والجرانيولومير. الجرانيولومير هي الاكتف يلي فيها لايزوزومز and peroxisomes.